سالي، رح نبدا اولى محطاتنا الصباحيه بظاهره كثير منتشره وعم نشوفها بالمجتمع للاسف، وهي ظاهره يعني تاثر الاطفال بوسائل التواصل الاجتماعي عبر الموبايل او الايباد، وطبعا هالشيء لحتى يلهون اهلهم بوقت معين، وخاصه الام يمكن سالي اللي العامله يعني صحيح حتى صحيح. تقدر تخلص شغلها وضغوطات الحياه، فممكن انه يكون نوع من انواع التسليه بالنسبه للاهل، لكن اثاره السلبيه عم تظهر بالسنوات الاولى للاطفال، ومنها تشتت الانتباه، تاخر النطق. اليوم نعرف الاثار السلبيه لا طبعا وسائل التواصل وايضا يمكن الالات المتطوره كالموبايل والايباد على الاطفال. مع رينا ايوب، يسعد لي صباحك واهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكم. اهلا، يسعد صباحك رينا. يعني دائما بتكوني ضيفتنا ودائما بنسلط الضوء على مواضيع جد هي من صلب حياتنا اليوميه او هي من صلب معاناه كثير مننا. يعني التكنولوجيا بقدر ما هي مهمه يعني وفيها إيجابيات وفيها قصص كتير ممكن نستفيد منها، بقدر ما في أيضا جوانب سلبية وخاصة بالنسبة للأطفال. فينا هيك نبلش بلمحة صغيرة عن هذا الموضوع؟ يسعد صباحكم. الطفل هو البنية الحلوة اللي نحن لازم نأسسها صح لحتى تكبر وتكون صح. عم شوي نحاول نعطي الأطفال أنواع من التسلية اللي هي الأيباد أو اللابتوب أو الموبايلات لحتى يمدوا شوي من الوقت، خصوصا بالظروف اللي نحن عم نمر فيها أو الضغوطات اللي عم بتكون. عم بيكون لها كتير أثار إيجابية إذا كانت تحت إشراف ومراقبة وضبط، لكن عم بتكون شوي أثارها السلبية أكثر واضحة للطفل خصوصاً بعمر صغير، لأنه هو ما بيعرف يقرر، ما بيعرف يصيغ، ما بيعرف شو بده يحضر، فعم بيكون أغلب الوقت هو سامع لهي الأشياء مرئي، لكن هو ما عم ينطق، ما عم يحكي، ما عم يشغل أيقوناته، ما عم يحاول يشغل الدماغ. حتى عم نلاحظ أنه أكثر أطفالنا تحت سن المراهقة عم بيكون عندهم تشتت انتباه، تشتت انتباه كتير فظيع. بتروحي تناديله ما بيسمعك، أحياناً بتطلبي منه الغرض ما بينتبه أنت شو بدك، إذا حاولتي تطلبي منه غرضين ثلاثة مع بعضهم تحسي انه هو ممكن ينفذ طلب واحد لكن الطلبين الثانيين بيكونوا مهمشين. هذا الشيء تأثير التكنولوجيا الحالية على دماغ الطفل او ادمغة الاطفال. نعم رينا، يعني كمان تأخر النطق عم نشوفه كثير هلا شائع، يعني الاطفال بتلاقيهم 3-4 سنين ما عندهم جملة مفيدة او ما عم يعرفوا يلفظوا او ما بيحكوا، يعني بتلاقي الولد قاعد مثلا على الايباد او الموبايل بتحكي معه امه ما بيرد عليها، مسحور بالعالم اللي هو موجود فيه. ويمكن في شيء اسمه توحد الشاشات او شيء اطلقوا عليه اسم بهذا هي الاعراض. خبرينا اول شيء عن النطق اللي هي لا مشكله عند اغلب الاطفال. عم نعاني كثير من اطفال عم بيعانوا من النطق. نحن بنحاول شوي نكون واقعيين ونطمن الاهالي لحد العمر ال4 سنين، طبعا مو كل الاطفال، متفرد الموضوع. اذا الطفل ما نطق او ما قدر يعبر عن طريقه عن جمله تعبيريه ما عندنا مشكله، لكن لازم يلفظ الالفاظ الاولى اللي هي نوعا ما اصوات حروف، مش شرط تكون مفهومه لكن تطلع هاي الاصوات من الحبل والوتر. التكنولوجيا او الموبايلات اللي عم بيكونوا مع الاطفال بعمر صغير للاسف يلي اول ما بيوعى الطفل، نعم، مناغاته الاولى بتكون عن طريق تقليد الكبار او عن طريق سماع الاصوات. هن عم بيكونوا طول نهارهم ضمن شاشات فقط مرئيه، يعني عم بيشغلوا حاسه وحده من الحواس اللي لازم يشتغلها كل دماغ بهذا العمر يلي هي حاسه البصر. عم نحاول نهمش باقي الحواس، مع الايام عم يعتادوا انه هاي الحواس ما يشغلوها، ومع الايام لبعدين انا بقول رح يصير في مشكله بالحواس، مشكله بالاصابع، مشكله بقدرات الاطفال لانها هي عم بتكون خامله او نايمه نوعا ما. بعمر 3-4 شهور للأسف بلاحظ كتير أمهات أنه بيعطوا الأطفال الموبايلات ليسمعوا غنية أو ليشوفوا صور متحركة بألوان معينة لحتى شوي الطفل يهدي من سلوكه أو يهدي من عصبيته إذا كان عنده نوعا ما من العصبية. عم بيكون في إلى تأثير سلبي على النطق، عم بيكون في إلى تأثير سلبي على تركيب المفردات. هني ممكن يكونوا عم يفهموا عليكي اول فتره من العمر الزمني لإلهم، نعم، لكن مع الايام ببطلوا يستوعبوا، ببطلوا يفهموا عليكي لانه الكلمات ما عم بيلفظوها، ما عم بيعيدوها، فعم بيكون في شويه تشتت انتباه بهذا الموضوع. نعم. نعم. يمكن زينب بمقدمتها نوهت لنقطه كثير مهمه، الامهات هن جزء من المشكله، يعني وخلينا نحكيها بصراحه بيشكوا منا ولكن هن جزء منا. يعني احيانا الام العامله او مثلا الام يلي شوي هيك عندها ضغط بالبيت عم تضطر انه تعطي ابنها الموبايل او الايباد وتتركه فترات طويله واحيانا بدون
تشيك او مراقبه، خلينا نقول شو عم يتفرج شو عم يفتح. بتساليها بتقول لك لا لا لا، هو حاطط على افلام كرتون، وعنه الانترنت وعالم واسع. قديش الام لازم تكون حذره من هذا الموضوع لو كانت شوي مشغوله، بس تخصص شيء معين او تلهيه بشيء ثاني مشان ما هي او ابوه يوقعوا بشغلات اكبر؟ يعني يعطيهم العافية كل الأمهات العاملات اللي بخارج المنزل وداخل المنزل. نعم. لكن عندنا الطفل هو رسالة كتير حلوة، إذا نحن مو قادرين نتحمل ترجمة هاي الرسالة لازم يكون عندنا إدراك ووعي لبعدين شو ممكن يصير. أنا مو بس يصير عمر ابني بسن المراهقة بلش حط عليه قوانين وضوابط وقواعد أنا بالأصل ماني مربيته عليها. طبعا الوقت الكافي للأم أو للطفل من الأم هو وقت حسب عمر الطفل، يعني كل ما كان الطفل أصغر كل ما كان بحنان ورعاية بحاجة لهذا الشيء أكثر من هو كبير. طبعا الأمهات العاملات إحنا منقدر ظروفهم، كلنا عاملات، أحيانا صدقا ما عم نشوف أطفالنا، أحيانا صدقا ما عم نقدر ننتبه لكثير تفاصيل مع الأيام عم تعملنا مشاكل، لكن التوعية بالبيت، نوع الحوار اللي بيكون أحيانا بين الطفل وبين الأم إذا كان الطفل قدران يتحاور يعني بعمر كبير. موضوع النطق وتأثير النطق التكنولوجيا هو عم بيكون بعمر صغير، بعمر 6 شهور أول ما بالطفل بلش يشوف الأشياء لازم يصير ينطقها بس يشوفها. للأسف عم بتكون الأشياء فقط مرئية، عم بيكون ملتهي بالألوان وعم نشغل أيقونة القسم الأيمن بالدماغ، فما عم بيكون للقسم الأيسر أي علاقة بربط الحوافز أو بربط الأشياء حتى يقدر ينطق كلمات الأولى. بدنا نحاول نكون أكثر واقعيين، نجيب قصص نحاول نقرأها للأطفال، خصوصا الأطفال اللي بيعانوا من مشكلة تأخر لغوي. تأخر اللغة غير الطفل يلي ما بينطق، هو اوكي عم يحكي لكن ما بيقدر يصيغ جملة تعبيرية، هو اوكي عم يحكي لكن بتفوت الحروف وبتتخربط ببعضها، او اوكي عم يحكي لكن بيبدل بيكون عنده طريقة ابدال للحروف. هذا الموضوع ما بنقدر نحله غير عن طريق القصص وحدا مرشد واعي يقرأ له القصة بطريقة اللغة العربية الفصحى اذا كنا عم نحكي كلغة عربية او باي لغة محببة هن بحبوها، لكن يكون في هدوء بالتعامل، يكون في اصغاء وتواصل بصري حلو. يكون في سماع لحتى الطفل يقدر يشغل كل أيقوناته ويقدر مع الأيام يصيغ جملة تعبيرية. نعم رينا، يعني كمان خلينا نحكي عن قصة إمتى الأم بتحس بعامل خطر عند ابنها لتاخده عند أخصائي لتعمله جلسات نطق، التركيز عن تشتت الانتباه حتى التواصل عم لاقي فيه مشكلة فيه أحيانا، إمتى الأم لازم تتوجه لعند أخصائي؟ أكثر حدا بيعرف الطفل ونطق الطفل هو الأم، لأن هي أكثر حدا ممكن تتواصل معه لغوياً أو حركياً، فهي رح تحس إذا عنده تأخر لغوي. طبعاً في عنا مشاكل كتير طبية، نحن بعد ما نتأكد من الطبيب أنه ما في مشاكل بالفك أو بالحنك أو طريقة الأسنان أو سمى الحلق أو كذا، نلجأ للأخصائيين النطق يلي هن ببلشوا بحركوا الحبل والوتر عن طريق كتير أدوات، نفخ شمعة، نفخ بوالين كذا لحتى يتمرن النفس ويكون في مدى للنفس، بعدين منفوت بأشياء تانية اللي هي العلاقة باختصاص حلو. النطق لحتى يقوم فيها ويبلش تقويمه مع الطفل بدراسة حالي واستبيان وتقييم. يعني الموضوع ما نسهل مثل صحيح. ما عم بتفكر الأهالي أنه أنا ممكن أخذه على روضة يندمج اجتماعيا فيصير بينطق. أوكي هي ممكن تزيد الثراء اللغوي إذا كان الطفل عنده مخزون لغوي، لكن إذا ما كان عنده مخزون لغوي بلنا أخصائي نطق نعم. يمكن ايضا فينا يعني دائما بتوجهي رساله عبر شاشتنا رين انه نحن لازم الام لو في عندها وقت صغير تخصصه لطفله، يمكن اذا قعدت معه بينسى احيانا انه يشتغل على الايباد او يلتهي مثل ما بيقولوا مع والدته مع والده. يعني قديش مهم ايضا الام يعني تهرب من هالزمن خلينا نقول وتقعد مع هالطفل ولو شغلة نص ساعة، يعني ما حدا مشغول عن هالنص ساعة، يعني أكيد وقتنا ما أنا ملان 24 ساعة، بيقولوا لأنه مشغول 24 ساعة مستحيل ما يكون عنا وقت فراغ لنخصصه للطفل اللي هو مو ذنبه بالنهاية أنه هو يتحمل أعباء هو ما نفهمان شو هي. فنحكي عن هذا الموضوع. الدكتورة ماريا مونتسوري أول ركن بمهاراتها كان ركن الحياة العملية، لأن نحن نترك الطفل يحبي يخرب، لكن للأسف نحن صارت مساحاتنا حتى بحرية الطفل بمنزله هي ضيقه، لازم ما يحرك، لازم نقفل الدروج. انا صرت شوف انه الاهالي بيربطوا الدروج مشان الطفل ما يفتحهم اول ما يبلش يحبي، هو عم يستكشف ما له خلق يرتبوا يمكن. تمام صارت مساحات الشقق شوي صغيره، صارت في كثير شويه كركبي او اكسسوارات او كذا عم نحاول انها تنأذى، لكن عم ننسى القيمه المعنويه للطفل انه هو اللي عم ينأذى اكثر من هاي الاشياء الماديه المحطوطه بالمنزل. نحاول نترك لهم مساحه اكبر من الحريه، اذا الام مو قدرانه
تتعامل مع أطفالها. في كثير أهالي أو أمهات وأباء بيكونوا ما بيحكوا، لكن بيطلع الطفل عم يحكي ويناغي، وما أحلاه. هي الحرية اللي متواجدة بالمنزل، هي المساحات الواسعة اللي الطفل بتركه أنا يتصرف بأي شيء بده إياه، يحبي يحكي يكسر يجرب يفتح دروج يخرب. مهارات الحياة العملية كثير لذيذة وكثير بتنمي عضلات وبتنمي قدرات. نحن ما فينا نربط النطق فورا بموضوع الدماغ بالنطق، النطق له أشياء قبله وله أشياء بعده. إذا ما كانت مسيرة واضحة للكل ما بنقدر نجمعهم بدائرة واحدة لحتى يصير عنده إثراء لغوي. فالطفل مع الأم أكيد هن رسالة كتير حلوة. نحن بنوجه لكل الأمهات أنه مو بس نعطي من وقتنا، نحاول نحاورهم نحكيهم، لأنه حتى الطفل من هو صغير بيفهم علينا. ما نفرض عليه قيود من هو صغير مشان ما هاي القيود تكون عنده عقد فيها مع الأيام. نحاول شوي نسايرهم بالواقع اللي هن عايشين فيه ونتماشى مع الواقع نحن وياهم. كثير موضوع اللغة له علاقة بالرمل والمي. الأطفال اللي ما بتحكي هي أطفال مكبوتة مخنوقة من جوا، ما عم تقدر تصيغ الحروف لحتى تطلع معها مفردات. نحاول كثير نلعبهم بالمي وبالرمل بالسباحة، يعجنوا يلعبوا بأي شيء، وبالنهاية نرجعهم على البيت ويتحمموا. يعني ما نحاول دائما بدنا اياهم نضاف 24 ساعة، دائما بدنا اياهم مؤدبين، دائما بدنا اياهم قاعدين مسكين هالموبايل وقاعدين ما أحلاهم. بنروح زيارة نفس الموضوع، بيكونوا بالبيت نفس الشيء، هذا الشيء اللي عم بيأثر سلبياً على أدمغة الأطفال. نعم، يعني كمان رينا خلينا نحكي، لا بعض الأمهات بتقلك أنه أوكي بعطيها الموبايل أو الآيباد بيتعلم كمان. شفنا في قنوات في أغاني بعدة لغات باللغة العربية، ممكن يلقط الطفل اللي بيحكي، خلينا نقول اللي بيحكي. قدي لازم يكون الوقت اللي بيقعده الطفل على تمام؟ إذا قدرت أنا أوظف التكنولوجيا بوقت كتير حلو وبمهارات للطفل كتير مفيدة. أكيد التكنولوجيا، نحن عصر العولمة، ما عاد فينا ننكر هذا الشيء من بيوتنا من حياتنا. لكن وهو عصر كتير حلو، نحن التكنولوجيا كل مالنا عم بتمدنا بالمعلومات وبالمعرفة، كل يوم عم نزداد معرفة أكثر من يوم. لكن يكون في مراقبة وضبط للأطفال، يكون في توجيه من الأم للطفل. وأنا معك بالطفل يلي عنده إثراء لغوي، ما عندي مشكلة يسمع قصة باليوم، يشوف أشكال متحركة كل يوم، يسمع أغاني، ممكن بزيد عنده سماع، لأن السماع كتير ضروري مثل حاسة البصر. يعني حاسة السماع والإذن الموسيقية أو الإذن الغناءة هي كتير ضرورية معنا. لكن مو طفل ما بيحكي ابدا وانا حطيت له الموبايل ليل نهار بدي اخليه يتعلم ينطق، هذا الشيء ما بيزيد ابدا من اثراءه. نعم، يعني مع هالحديث عن جد الممتع والمفيد، خلينا نقول اكثر ما هو ممتع هو مفيد وموجه يعني لجميع اللي مهتمين بهذا الموضوع، نتشكر وجودك معنا رينا، وبدنا نتمنى ان شاء الله يا رب توصل هالرساله. يعني هي بالنهايه توعيه، خلينا نقول اجتماعيه، وهي تؤثر على بناء جيل بأكمله. شكرا لك. شكرا لرينا لكل المعلومات، وإن شاء الله تكون كل الأمهات أدركت خطر كمان هاي الآلات أو خلينا نقول الحديثة وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وخاصة بالسن الصغيرة. شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.